وللحديث أكثر ينضم إلينا مباشرة من القاهرة مدير مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان ميسر بكور. أستاذ ميسر، مساء أستاذ ميسر بكور. التطورات الميدانية أستاذ المستمرة وإحراز الجيش الحر لنجاحات وتحويل دائرة المعارك إلى العاصمة، يعني إذا ما أضفنا لها أيضا الأسماء اليوم وانسحاب الفرقة الكبيرة، يعني هل تعني أن أيام النظام السوري باتت معدودة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم على السادة المشاهدين. سيدي الكريم، أولا أريد أن أقول أن انسحاب بعض الكتاب، أولا الجيش الحر في سوريا في دمشق وريف دمشق وما حول دمشق يشكل حصار خانق على مدينة دمشق على شكل قوس يحيط بدمشق. إذا انسحبت بعض القوات أو الحواجز هي لم تنسحب، هي أجبرت على الانسحاب تحت ضربات الجيش الحر. في نفس الوقت لو اتجهنا إلى حلب نجد أن مطار تفتناس محاصر، مطار كويرس محاصر، مطار دمشق الدولي توقف عن العمل، مطار منغ العسكري توقف عن العمل. إذا الآن نحن نحرر الريف الشمالي، ريف حلب وحلب وأدلب ومناطقها، ونتجه بالجنوب إلى دمشق. وتحدثنا قبل قليل عن ما حدث في إزرع قرب درعا، وحررنا مناطق في على الحدود الأردنية السورية ومنافذ حدودية ومراكز للهجان السورية على الحدود. إذا نحن نكاد نسيطر على كافة المداخل الحدودية عدا المدخل الحدودي مع العراق عند حمص بمنطقة لا بعد أذكر اسم المنطقة بحمص التي تربط بين العراق وحمص، والجهة العريضة أو الدبوسية التي تصل بين حمص ولبنان، لأن لبنان المالكي معروف وانتماءاته ولبنان معروف وضعه. إذا نحن نسيطر على الطرق الدولية، الطريق الدولي حلب إدلب حماة تقريبا مسيطرون عليه، طريق دمشق درعا مسيطر عليه. لكن أن نقول بأن النظام السوري أيامه معدودة، أعتقد أنه بحاجة على الأقل إلى شهرين أو ثلاثة أشهر، لأن روسيا ما زالت تمده بالأسلحة، إيران ما زالت تمده بالأسلحة. الآن هذه المظاهرات في العراق تفيدنا نوعا ما بوقف الإمدادات السلاح عن طريق العراق إلى سوريا، إيران العراق سوريا، هذه تفيدنا نوعا ما. لكن روسيا ما زالت شيء، المجتمع الدولي حتى الآن لم ينضج لديه حل من أجل سوريا، وحتى الآن ما زال يراوغ يستمر بالمراوغة ويطيل بأمد بقاء هذا النظام. النظام الدولي حتى الآن لم يقرر سيد ميسر، يعني ماذا يمنعنا من الحيازة على السلاح النوعي المتطور؟ نعم سيد ميسر، أسلحة الكتف المضادة للطائرات ومضاد الدروع. إذا لو سمحت لي سيد ميسر، يعني يعني يمكن أبرز الأحداث اليوم هو حقيقة ارتفاع حقيقة عدد القتلى وطريقة الحقيقة المشينة التي تقصف بها هذه القوات الأبرياء، يضاف لها انسحاب هذه الكتيبة التي تعد من أخطر الكتائب التي تدعم الأسد، انسحابها بكل عتادها. يعني هل نفهم من انسحابها بهذا الشكل وبكل عتادها خشية أو إحساس بأن هذا العتاد سيقع في أيدي الثوار وأن وقوعه سيمثل خطرا أيضا عليهم؟ باختصار لو سمحت. سيدي الكريم، بشار الأسد وكتائبه، بشار الأسد وكتائبه ومرتزقته، الكتائب التي أو المناطق التي يسيطر عليها الجيش الحر، ويعلمون أنهم سيفقدون كتائبهم وبالتالي ستذهب هذه الأسلحة إلى الجيش الحر، إم يقومون إما بتدميرها أو الانسحاب إلى العاصمة. بشار الأسد بدأ يسحب قوات كبيرة إلى العاصمة، الآن بدأ يخشى على العاصمة، على مكان وجوده في العاصمة، سحب قوات من حمص، سحب قوات من إدلب باتجاه العاصمة، سحب قوات من درعا باتجاه العاصمة، المناطق البعيدة التي تكلفه الكثير من الرجال والعتاد لحمايتها يتخلى عنها. لكن لماذا يتخلى عنها؟ يتخلى عنها مرغما، لأن الجيش الحر سيستولي عليها. بشار الأسد عندما استولى الجيش الحر على بعض الكتائب قام بقصف هذه الكتائب بالطائرات، إذن هو عمل استباقي لأنه يعلم أن الجيش الحر سيتقدم هذه المنطقة، وهو أيضا لتقوية نفوذه في دمشق.
إذن هو خوف من سيطرة الجيش الحر وبنفس الوقت شكرا جزيلا لك دليل على ضعفه وتهاويه أمام ضربات الجيش الحر. شكرا جزيلا لك. تمركز كل قوات داخل دمشق لأنها ستكون الضربة الأخيرة. نعم شكرا لك شكرا لك أستاذ ميسرة بكور مدير مركز حمص للدراسات وحقوق الإنسان كان معنا من القاهرة. شكرا لك.